حياكم الله متابعي المربعنات من جديد. أخيرا وصلت فورد برونكو الجديد للسوق السعودي، وهي السيارة اللي بتجي تصميمها صندوقي وقدرات على الطرق الوعرة تنافس الجيب رانجلر زي ما احنا شايفين. بداية تتوفر بمحركين، الأول 2.3 لتر إيكو بوست بقوة 270 حصان وعزم 418 نيوتن متر، والمحرك الثاني 2.7 لتر إيكو بوست بقوة 310 حصان وعزم 540 نيوتن متر بجير أوتوماتيكي من 10 سرعات، ودفع رباعي جزئي أو تلقائي يتفعل عند حاجة السيارة لها. طبعا تشغيل بالبصمة عن بعد مع توفر وضعيات قيادة تناسب جميع الطرقات اللي تسير عليها السيارة. أما الداخلية فهي متطورة بالوقت نفسه، تحافظ على اللمسات الكلاسيكية وتجي بشاشة لمس 12 إنش ونظام ملاحة والتعرف على الصوت. وبالنسبة للأمان فمتاح وسائد أمامية وجانبية للسائق والراكب، وستائر أمامية وخلفية وكشف النقطة العمياء والتحذير من حركة المرور والحفاظ على المسار، وكاميرا رؤية محيطية 360 درجة وحساسات أمامية وخلفية والتحذير من الاصطدام الأمامي. وبالنسبة للأسعار فهذه الأسعار شاملة الضريبة، تبدأ بفئة بيبند 180,550 ريال، وفئة أوتر بانكس وسعرها 237,050 ريال، وأخيرا فئة بادلاندس وسعرها 261,050 ريال. شاركونا برأيكم في مواصفات وأسعار فورد برونكو الجديدة في السوق السعودي، ولا تنسون تشتركون معنا في القناة عشان يوصلك جديد أخبار وأسعار السيارات أول بأول بإذن الله. واللي يبحث أو وده يشتري سيارة جديدة أو مستعملة أو يبي يبيع سيارته، على طول حمل تطبيق مستعمل، ادخل واختر قسم السيارات وتصفح كل السيارات المعروضة، وتقدر تبحث في كل الشركات والموديلات وتشوف السيارات المعروضة بكل سهولة، وتضيف إعلانك إذا تبي تبيع سيارتك. ومتوفر التطبيق حاليا في أبل ستور وأندرويد وهواوي، حمله وتصفح كل العروض.